مواطنون مبدعون، كان هذا شعار الحفل الختامي للدورة الثالثة لبرنامج مدرسة قيم وإبداع الذي احتضنته مدينة طنجة أمس الخميس. الحفل الذي حضره سعيد دمزازي وزير التربية الوطنية ومحمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة شكل مناسبة لتتويج عدد من التلاميذ في المسابقة التي عرفت مشاركة 200,000 تلميذ وتلميذة. حقيقة جد منبهر بكل هذا العطاءات. هذا المنتدى الثالث الحمد لله يرسخ موقع المدرسة المغربية في المجتمع، يقدم أحسن وجه للمدرسة المغربية. اليوم الحمد لله هذه المدرسة المغربية هي مدرسة مشي غير فضاء للتعلم، ولكن أيضا فضاء للحياة، فضاء للقيم، فضاء للتسامح، وفضاء للتلاحم بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة. وجرى خلال الحفل تتويج 250 تلميذة وتلميذ من 299 مؤسسة عمومية وخصوصية بعمالة طنجة أصيلة، تنافست في المجالات الفنية والثقافية والعلمية والرياضية والبيئية والاجتماعية. شاركنا بالعرض كي لخص هاد المواهب المدرسية، الرسم، الموسيقى وغير ذلك، الرياضة، لخصناه في 3.5 دقائق، والحمد لله لاقى الإعجاب الجمهور، وهذا بالنسبة لنا شرف ودفعة جديدة إن شاء الله باش نمشيو قدام إن شاء الله. ولم يخلو الحفل من تقديم وصلات فنية قدمها التلاميذ المشاركون، إلى جانب حضور الفنان مسلم وحمزة الأبيض والثنائي جمال ونور الدين. قلنا حشمت نقول لك الداخل، ولكن حدا الوجه غادي نقول لك ماشي مشكل. حشمتي أنا ولاك وقدام تقول واخا زعما راه غيتفضل ترد لحظة جبرتيني واقف عليك. أيوا ها هو الثقيل واخا واقف عليا أنا سلو. بغيتي 5000 درهم؟ ها 5000 درهم وصاد 5000 درهم؟ وانا ملي كنصادي كنحشم دعيا ربي. هذا هو الاستمتاع ديالنا ملي كنكونوا فوق الخشبه والجمهور كيضحك مزيان ومن قلبه، كنحسوا اننا الحمد لله عملنا شي حاجه. اول مشاركه ديالي في هذا الحفل هذا اللي موجود بمدينه طنجه، وانا فرحان بزاف حيت غادي نشوف هذا الجمهور الجميل. وبالنسبه للجديد ديالي كاينه واحد الاغنيه ديال ديزني لاند، وواحد الجديد واحد اخر اللي هو انه واحد الاغنيه ديال حميد الحضري درناها مجموعه من الفنانين. وبالمناسبه كرم القائمون على هذه التظاهرة كوكبة من نساء ورجال التربية والتعليم، اعترافا بما أسدوه من خدمات للمدرسة المغربية، وبخاصة المشتغلين مع التلاميذ ممن هم في وضعية إعاقة، بمعية تلاميذ منحدرين من دول إفريقية تفوقوا في الاندماج بالمدرسة المغربية. هو إذن موعد تربوي يروم جعل المدرسة فضاء ليس فقط للتعلم، ولكن أيضا للإبداع وصقل المواهب.